ممكن تشرح المتفرجين يعني وين واصلين لحد الآن وشن يعني شن المتطلبات للمستقبل الفترة القادمة إن شاء الله؟ والله المتطلبات كثيرة، تحتاج المنطقة لأنها منطقة يعني مدمرة بالكامل، تحتاج إلى كهرباء، تحتاج إلى نظافة، تحتاج إلى وشاسعة وكبيرة المنطقة، تبي فترة للصيانة. مع هذا تغلبنا احنا على بعض الاشكاليات، الكهرباء بدت بالفعل الان، الاناره على الطريق الساحلي تشتغل وحيبدا هذا شغل جديد يعني. شغل جديد بكره بعد بكره تدخل المحطه الداخليه ويبدا في التوزيع الداخلي. ما زلنا نحتاج الى لجنه المفقودين على اساس تمسح باقي المنطقه، الالغام باديه حتيجي والباقي المتفجرات بدي شغل في موجود يعني في وجد ولا مسفجر حوالي مجموعه هنا وبادين شغل يعني كويس، لكن المنطقه تحتاج الى جهد كبير، تحتاج الى جهد دوله. ما ينفعش مجلس محلي او حتى بلديه مصراته بروحها، لابد من جهد دوله او امم المتحده بحالها باش توقف المنطقه عليه. والان حاليا يعني كان جيب تشوف النسبة للناس اللي ترجع ولا كيف يرجعوا توا حاليا، أعطينا فكرة للمتفرجين حاليا يعني الناس ترجع مرة ولا كيف؟ الآن الناس أكثر شيء تركيزها خميس وجمعة وسبت تجي، شوف حيشانها فاتحين، إحنا سجل هنا سجل داخلي خاص بتورغة، لأن في بعض الناس تفسر فيه أنها سجل هذا لا دايرين مصراته، حنقول لك الواقع لا من مصراته ويحولوا فيه، ما هناكش كلام هذا، ما ليش أساسا من صحة. اللي ماسك هنا تورغي وعسكري قديم وراجل ضابط، عملية انضباطية يعني، لما نعرف من اللي دخل لي هنا لي. مرات يجيني حتى واحد من برا من تورغ ما نعرفهاش، لكن لما يجيني هنا يسجل عند الشباب هنا ويعدي يشوف حوشه وينظف ويتحرك بكل حرية. الشباب مأمنين المنطقة الوسطى مأمنة، المدخلين الغربي والشرقي، الحقيقة بكل احترام أسئلتهم بكل احترام. أنا رغم إني مقيم هنا ونجي مشيت وهالي الزيارة ورديت بكل احترام وتقبل، انت لما يجي يقول لك اعطيني بطاقتك مش عيب يعني، هذه روتين، هذا في كل مكان، هذا روتين عادي تفرح به انت. لما يقول لك افتح لي الشنطه، اني شنطه نعلم بها عشان فاهم تاع السياره ما نعلمش بها، مرات يجي يفجرني هنا اني موجود عندك ناس انت موجودين هنا، لكن لما يقول اني شخصيا نفرح به العمل هذا يعني. لحد الان يعني من الناحيه هذه يعني متريحين من الناحيه الامنيه متريحين، لكن حتى نبغى الدوله تشد شويه على صيانه، نبغى تعجل بصيانه، اهم شيء الان صيانه المدارس. فنتمنى من العام الدراسي القادم ان اولادنا يقروا هنا. حاطين يعني اي هدف تاريخ معين في بالكم يعني لاستقبال المطالبه في سبيل المثال، ولا هذا كله يعني في المستقبل؟ في المستقبل، ونحن نتمنوا بكره قبل بعد بكره، نتمنى المدارس مليون بادئ في الصيانه باش نستقبلوا طلابنا. حسيت انه في يعني من السكان تورغه نفسهم في يعني رغبه انهم حيجتهدوا حتى هم في يعني عدد الاعمار في يعني. والله بالنسبه للمواطنين اللي جون حوالي الان عندنا تقريبا 877 اسره المسجلين، هم من غير اللي في اللي جاوا ما سجلش، كلهم مستعدين يقول لك وصل لي ضي بس وصل لي كهرباء، ما عادش نبي شيء، الحوش داخل نشتغل فيه بشوي عليه لين يجيني تعويضي ولا يجيني لجنه تعويض براحتي. احنا كنا قلنا بنعيشوا تحت النخل وبنجينا في واحد اثنين بندخلوا باي طريقه، قلنا بنعيشوا بالرطب وبنعيشوا بالميه بس، الان منطقه مفتوحه عيش بحريه تامه، تحرك في من تورغه من هنا للمنطقه الشرقيه براحتك، من هنا للمنطقه الغربيه براحتك، ما فيش اي مضايقات يعني الحق يعني. هم حتى هنا يعني في الغرب يعني مبسوطين باللي صاير هذا كله،
وان شاء الله موافقين ان شاء الله وفرصه سعيده بك. بارك الله فيك. فرصه سعيده ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا.